صباح الخير، صباح السعادة، صباح العربية. وين الرزوائز عندك؟ وين البنت اللي عندك؟ عيب عليك، عيب عليك، بس ترى خذ الرقم. بس خير ان شاء الله خير. لسه على وجهك يا اخي. يلا يلا استاذنا، بنات الناس مو لعبة. الله يجزاك خير اخوي، شكرا. يسلم عمرك ابوي. عيب والله عيب، عيب. يعني التعامل مع البنت يجب انه يكون برقي، مو مثل بالاساليب هذه. لازم يقول لها يا نب العيون، يا هلا والله بالعباية، يا هلا والله بالعباية، يا هلا والله بالنقاب، يا هلا والله بالنقاب.